بدورها أدانت المملكة المغربية بشدة العمل الأثم الذي استهدف مواقع قوات الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددا من أفراد قوات الدفاع البحرينية. وذكر بيان لوزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربي المقيمين بالخارج ان المملكه المغربيه تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع مملكه البحرين ووقوفها معها في مواجهه هذا العمل الجبان، كما اعربت عن تعازيها لمملكه البحرين ولاسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.